لحظات كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سعد مبروك النهارده، فوز كبير للنادي الاهلي واداء رائع. يمكن الشوط الثاني النادي الاهلي كان افضل. عايز اخد تقييم حضرتك للمباراه بشكل عام والتباين في الاداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. الشوط الاول الوضع طبيعي جدا، الشوط الاول انت جايب دوافع والفرقه الثانيه جايب دوافع، فريق كمان متصدر اللي هي الاسماعيلي عامله موسم كويس جدا بالنسبه لهم على المستوى التنظيمي، المستوى الفني على طول الاسماعيلي كورته كويسه، لكن على المستوى التنظيم السنه دي شكلهم كويس. يكفي ان انا اقول لك ان هم كل المباريات اللي خاضوها واللي لعبوها سجلوا فيها، حتى المباريات اللي تعادلوا فيها تعادلوا مع انبي 1-1 وتعادلوا مع المقاولين 1-1 بكل مباراه. اذا فرقه عندها القدره انها ترجع للجيم في اي وقت وعندها القدره انها تسجل في اي وقت، فوضع طبيعي جدا ان الشوط الاولاني يبقى ما بيننا وما بينهم، هو ما فيش تفوق كاسح لا للاهلي ولا للاسماعيلي، لكن كان ما بيننا وما بين الاسماعيلي. لكن الشوط الثاني اعتقد ان من بدايته لنهايته هو خاص بالنادي الاهلي وسيطره ولعبا ونتيجه واداء واهداف، فالحمد لله رب العالمين. استمرار النادي الاهلي في الفوز وبالتحديد بعد الاخفاق في احراز البطوله الافريقيه، ازاي تم التعامل نفسيا مع اللاعبين؟ قدر النادي الاهلي يقدر ان هو يرجع بثلاث انتصارات متتاليه في بطوله مهمه هي بطوله الدوري كابتن؟ طبعا يعني اجواء الدوري ودوافع الدوري وبعد البطوله الافريقيه كانت محتاجه، يمكن من صعوبه اللقاءات ان انت خدت مباراه زي الاسماعيلي النهارده بعد فتره قليله، يعني بتبقى محتاج ماتش اتنين في ثلاثه عشان تخش في اجواء الدوري وظروفه واحداثه وكمان اهدافه يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني دايما الواحد بيراهن على طريقه تفكير اللعيبه وثقتنا فيهم وتصرفاتهم وتعاملهم مع اللقاءات الكبيره، فالحمد لله رب العالمين. عايز اتكلم عن بعض اللاعبين بالتحديد النهارده، هشام محمد مع نهايه المباراه شفناه اتعرض لاصابه، حقيقه الاصابه دي ايه؟ وايضا حسين السيد غاب النهارده اعتقد الاصابه كانت سهله. يعني هشام محمد اعتقد ان الكره كانت خطر جدا جدا، متهيألي انها كانت تستوجب كارت اكثر او عقوبه اكثر من كارت الاصفر، وهو كمل عليها، لكن بعد نهايه اللقاء لشده الكدمه او الخبطه الانكل ورم بشكل كبير قوي بشكل ضخم جدا، فان شاء الله الرحمن باذن الله لما تتعداش اكثر من كدمه جامده هنعمل اشعه ان شاء الله الرحمن، ويا رب باذن الله يكون العمليه بسيطه باذن الله. حسين سيد شد في العضله الخلفيه او اجهاد في العضله الخلفيه او تقل في العضله الخلفيه، فكان حسام البدري فضل ان هو يبقى يعني مريح، وصبري كمان ادى النهارده مباراه عاليه جدا. يعني غياب بعض اللاعبين بالتحديد صالح جمعه وشريف اكرامي، هل ده في اسباب ثانيه بخلاف الناحيه الفنيه كانت سيئه؟ بص لا طبعا، يعني كل الناس موجوده، وارد جدا شريف يكون موجود الماتش اللي جاي، وارد جدا صالح يكون موجود الماتش الجاي، ما عندناش خلاف شخصي مع حد او في حاجه لا قدر الله ما بيننا وما بين اللعيبه، حتى الامور الفرديه الواحد ما بيحبهاش، يعني دايما لما بتتكلم على فرقه ما بحبش اتكلم شخص بشخص، لان في النهايه بتتكلم على مصلحه الجيم او مصلحه الفرقه اسف او مصلحه النادي، فممكن صالح يكون موجود، ممكن شريف يكون موجود، ممكن يكونوا في 18 بس، ممكن يشاركوا من البدايه، ممكن ما يبقاش موجودين خالص، كل ده وارد. يعني المباريات الجايه اكيد مباريات مهمه بيتخللها ايضا مباراه قويه امام الفريق المصري، شايف الفتره الجايه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ الدوري مختلف، يعني دايما ما بتبصش الاثنين قبل واحد، ما بتفكرش في اثنين قبل ما بتفكر في واحد، عندنا المباراه اللي جايه مع الداخليه الاول برضه شكله كويس السنه دي، كابتن علاء عبد العال يعني مدرب بنحترمه جدا جدا على المستوى الفني طبعا والشخصي، لكن خلينا نفكر دايما في اللي جاي، اللي جاي بالنسبه لنا هو رقم واحد، كل تفكيرنا وتركيزنا واهتمامنا داخل على مباراه الداخليه ان شاء الله. مبروك يا كابتن. شكرا يا فندم.